السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم غنمشيو للبحر وغتمشيو معنا إن شاء الله تشوفوا الأجواء ديال البحر هنايا، وإن شاء الله يعجبكم. وخلوني الرأي ديالكم كيف جاتكم هاد الخريجة إن شاء الله، واللي ما مشاش البحر يتفرج في هاد الفيديو ويحس براسه بحال كان معنا. والله كان يوم جميل جدا، عجبني أنا ولو ان كان بعض الاشياء اللي انا نتمنى ما يكونوش، الاختلاط والتبرج وبزاف الحوايج، ولكن للاسف هذه الظروف اللي عندنا. وتنبغيو حتى حنا نعيشوا بعد اليوم كان اصلا درجه الحراره عاليه وبزاف، وخسرينا اننا نخرجوا ونخرجوا الوليدات ديالنا ونعيش واحد شوية العومان، حيت عزيز عليا نعوم، عزيز على ولادي يعومو، أكسايم في البحر وخا تمشيو لا بيسين، ولكن البحر سبحان الله عنده إحساس آخر. فيلا معايا إن شاء الله، راه غيعجبكم الحال، ماشي بعيدة مني بزاف، راه واحد المدة قصيرة و15 دقيقة حنا تنكونوا في البحر. المشكل الوحيد اللي عندنا في هذه البلاصه هو ان هذا الباركين الا بغيتي تباركي حدا البحر خاصك تخلص واحد المبلغ ديال 20 دولار، وحنا كنا نبقاو غير واحد ساعتين، قلنا بلا ما نخسروا 20 دولار وباركي. الحمد لله ربي يسر الظروف وتمكننا من اننا نباركيو ماشي بعيد، واحد المسافه قصيره من البحر بدون ما ندفعوا. يلا ان شاء الله انتم معنا. Thank you.
بغيت غير نشارك معك واحد الملاحظة إذا لاحظتوها، أن الناس اللي في البحر حتى واحد ما تيدي في الآخر، كل واحد تيستمتع بحريته. هذه واحد الحاجة تتميز بها مدينة نيويورك، وذلك الاختلاف العرقي وكذلك الثقافي. وهناك مجمع كبير من الناس من مختلف دول العالم، لذلك نيويورك تسمى واحد جلوبال ثقافة عالم، يعني عالمية، لأنها فيها مختلف الثقافات والناس اللي تنتسبوا من مختلف الدول والجنسيات والديانات. سبحان الله المكان. وهاد التجربة اللي تشوفوها، هاد الصورة اللي تشوفوها على مدينة نيويورك، تتبرهن على هاد التلاحم ديال الناس اللي تعيشوا في مدن بحال مدينة نيويورك. واحد الحاجة اللي غتشوفوها حدا الحجر، هذيك السيدة اللي تتشد هذا الكاميرا، هي كانت أصلا تتمشى، ولكن شافت دوك البنات تحاولوا ياخدوا صور بروفيشنال ديال المادلين، وهي تساعدهم كيفاش ياخدوها، وهي راه ما عندها حتى علاقة بيهم. تتبين أن هي عندها خبرة في التصوير، وشافتهم يعني تيصوروا وعجبها المنظر، وعجبها بغات تاخذ هذوك التصاور تاعها، بغات تاخذ تصاور لهذيك السيدة. هذه تتوقع في امريكان بزاف، وبغيت نشاركها معكم كيفاش الامريكي تيفكر.
الحاجة اللي تتعجبو سيني تعيشها بواحد واقعية في حياته، يعني تطبقها إذا كان غادي في الشارع ما تهموش معامل. فهذه بغيت نتعب انتباه ديالكم. اخواني اخواتي، نتمنىكم راه كما تشوفوا الدنيا بدات تتغير، وكذلك وصل وقت المغرب. نتمنىكم تكونوا شفتوا واحد الصوره زوينه على مدينه نيويورك والناس كيفاش يتفاعلوا وتعدد جنسياتهم، ومهما تعدد الجنسيات والعرق تبقى عندهم واحد الرابط انساني والتعامل الحضاري. وانا دائما تعجبني نيويورك بزاف، لانني كي بخرجه وحده من البيت ديالك بحال مشيتي درتي العالم، تشوف الاسباني الافريقي العربي الاسيوي جميع انواع الناس تشوف فيهم، وسبحان الله كل واحد فيهم داخل قراصو. وانا دائما تعجبني نخرج الخارج في المجمعات بحال هكا، لان تعطيك واحد الصوره ايجابيه على الانسانيه وتتفرح. ونتمنى في مجتمعاتنا كلها يكون هذه النوعيه ديال التمازج والتفاهم. والاحترام والتحضر. مع السلامة، إلى إن شاء الله آخر الفيديو. وغنترك لكم واحد الرسالة اللي هي مهمة إن شاء الله. رسالتي اليوم هو الإنسان يحاول يخلق أبسط متعة، طرق المتعة في الحياة دياله، وأنه ما يبوش معني شباب ولا هاد رحلة تكون مكلفة. يشوف أي حاجة جردة حتى أي حاجة ممكن يخرج لها حدا البيت دياله ويستمتع
هو والوليدة ديالو باش يخلق بعض الذكريات اللي الوليدة ديالو يقدروا كما يتفكروا والديهم، يتفكروا هذوك النقط في الحياة ديالهم. ونتمنى كل خير لكل شخص، ونتمنى لكم انتم تستمتعوا بالحياة ديالكم. والاستمتاع تقدر يكون غير كاسة تاي مع انسان تتبغيه وتبغيك وباغي لك الخير في الدنيا. فرسالتي اليوم اننا خصنا نلقاو اشياء اللي فيها متعة، وما تحسش انها يكون عندها شي مبلغ، تتكلف مبلغ كبير او مكان لوكس، او لاننا ولينا نشوفوا هاد الادمان شويه في المجتمع ديالنا. يلا ان شاء الله الى لقاء اخر في جوله ثانيه او موضوع اخر. مع السلامه.